طيب البرهان الجويني. الجويني هذا مشهور جدا. البحر المحيط مين طبعه؟ انتبهوا شباب، قلنا البحر المحيط للزركشي، طب مين طبعه؟ شوفين روزبادي او في البحر المحيط. شو بدنا هذاك القاموس المحيط يا زلمة، هذا في اللغة العربية يا زلمة. البحر المحيط يا شباب قلنا لمين؟ للزركشي. طب مين طبعه؟ طبعت وزارة الأوقاف الكويتية جزاهم الله خيرا. في كم مجلد؟ في 6 مجلدات. وانت لازم هاي المعلومات أسألك عنها، راح تجيك في الامتحان. كل هذول الكتاب 10، مش معقول ما تعرفش 10 كتب من كتب الأصول. مين طبع وعدد المجلدات وشارك في التحقيق؟ محمد سليمان الأشقر وغيره، وعبد الستار أبو غدة، مش عبد الفتاح أبو غدة، واحد ثاني، على عبد الستار أبو غدة الكويت. التحرير شرح التحرير مين طبعه؟ مكتبة الرشد الرياض. بدك تكتب كل مجلد، وهو مطبوع في 9 مجلدات. والبرهان الجويني من اللي حققه؟ مشهور جدا. شو مشهور؟ وهو الأستاذ عبد العظيم الديب، مش الذيب، الديب. مصري مات في الكويت، مات في قطر رحمة الله عليه. ليش حدا ثاني محقق غيره يا شيخ؟ هذه الطبعة المعتمدة، في طبعات مش معتمدة. هو اللي حقق للجويني كتاب نهاية المطلب. اللي ما بيعرف نهاية المطلب لا يعرف شيئا من كتب الشافعية. وهذا الكتاب انتظره الشافعية انتظارا طويلا وطلبة العلم، وكانوا يطالبون عبد العظيم الديب بأن يحقق الكتاب. وكلما رؤي في مكان قيل له هل حققت الكتاب؟ خلص اسمه التصق بالجويني. حتى مكث في تحقيقه 20 سنة، ثم خرج الكتاب في 21 مجلد. ما هو انت اذا ما بتعيش بين الكتب ما بتصير طالب علم. انت وين عايش؟ في المستندات؟ سلامة سلمى. بدك تعيش بين الكتب حبيبي، صبح على الكتاب، تمسي على الكتاب. تقول لي شاملة وبطيخ اخضر وهذا؟ طب المستصفى للغزالي مين حققه بكتاب؟ محمد سليمان الأشقر رحمه الله. برضو ما فيش حدا ظل فيه، ها كلهم ماتوا. محمد شديد جدا مع عمر الإخوان، عمر سليمان الأشقر، محمد كان شديد على الإخوان، أخوه هذا شديد على الإخوان وهذا أخوه. يعني إذا الواحد أخوه فرجعنا مستصفى الغزالي مطبوع في 2 مجلد، مؤسسة رسالة بيروت، المحصول الرازي، الرازي العقيدة في ضوء الكتاب والسنة من أفضل الكتب، من أفضل الكتب المسهلة في العقيدة.
يعني أبوه اعتمد أحكام الشيخ الألباني اللي هو من أسباب نشر أحكام الشيخ ناصر، إنه إخوان المسلمين ما مستغنى عن الشيخ ناصر. زي عبد الله عزام لما كان في الأردن كان يجي يجلس مع الشيخ الألباني، ما مستغنى عن الألباني، لأنه آخر إشي فرضه اللي بقعد مع الألباني يطرد. بعدين اعتزل وشافوا الشيخ ناصر، قالوا شو يا أستاذ؟ قال له غيمة صيف ما تلبث إلا أن تنقشع، ما انقشعت. وبعدين طلع على أفغانستان، واللي هناك كانوا الشباب يقولوا كان عبد الله عزام عن إخوة المسلمين إذا قرأ في الموجودين يقرأ من كتاب صحيح الجامع أحكام الشيخ ناصر، ما يرضى في حكم أي واحد إلا إيش؟ الشيخ ناصر ما رحمة الله عليه ما خلى مكان إلا دخلوا إمام. طيب المحصول لمن؟ الرازي. الرازي فخر الدين الرازي مطبوع في كم مجلد؟ مطبوع في كم مجلد؟ مطبوع في 6 مجلدات. تحقيق هذا يا أبا بكر، تحقيق هذا العلياني اللي صار عقلاني، اسمه الأول العلياني اللي كان عقلاني صار عقلاني. أطول 6 مجلدات عن مؤسسة الرسالة، طبعا الثانية عن دار السلام القاهرة في 3 مجلدات. موافقات شاطر تحقيق مين؟ الشيخ مشهور، الشيخ مشهور مش عارفينه شو تحقيق الشيخنا وأستاذنا مشهور حسن في 6 مجلدات، والشيخ مشهور تقصد يشتري كتب الأصول حتى يضرب عصفورين بحجر، فالعصافير بحجر. أول إشي هو يستفيد علميا، فحقق الاعتصام للشاطبي، وحقق الموافقات للشاطبي، وحقق الإحكام، إحكام الإحكام لابن حزم ما طبع، وحقق طبعا القواعد ابن رجب، وبلش إيش كتب الأصول يمين شمال يحقق الشيخ، ونقصد التحصيل العلمي، وحقق إعلام الموقعين طبعا آخر كتاب رح يجينا. فمشي في كتب الأصول كتاب ورا كتاب كتاب ورا كتاب، يجمع بين خيرين، أولا التحصيل العلمي له، اثنين خدمة الكتاب، ثلاث تعليقات سلفية تظهر في الكتاب مع جودة وإتقان. الشيخ متقن من المعروفين بإخراج الكتاب. سابعا الفروق لمن؟ للقرافي صاحب العقد المنظوم. شو العقد المنظوم؟ الحموم. العقد المنظوم قلنا في الخصوص والعموم مجلدين، بس في مبحث في الخصوص والعموم رسالة الدكتوراه مطبوع. وعندما ذكر الصيغ قال نكتفي ب400 صيغة، وعندما وقف على عبارات قال وذلك أننا لسنا بعرب، قرف يقول لسنا بقوم عربة، هذه العبارة نقلتها للشيخ علي بس قال بعت لي اياها، بعت لي اياها وين؟ هي وثق لي اياها. القرافي بقول على حاله شو احنا ضلينا؟ المغني خبازي. شو خبازي؟ يا اخوي يعني هذا ناقل على النت مين؟ انا بقيت ادور مين؟ يدور من وين؟ الشامله. مش بيها عشت بين الكتب. المغني للخبازي نعم احد علماء الحنفيه،
واضح واضح مشهور جدا لمن؟ طبعا الخباز مطبوع مجلد واحد بس، بينما الواضح في وصول الفقه مش تقول لي بتاع محمد سليمان الأشقر، لا قلت لك قديم، عالم قديم لمن؟ طبعا لابن عقيل، مطبوع في كم مجلد؟ في 5 مجلدات. وابن عقيل وقت أنت المطبوع كان يقول صرت مع المعتزلة فأصبحت معتزليا، وين عاد ما رجع لأهل السنة؟ المجلد الأخير 5 مجلدات. وين رجع لأهل السنة؟ يعني إنك تعايش أهل البدع وتقول بدي أرد عليهم جوز يوكلوك، أتعب يبعث لك واحد ربنا جل في علا صاحب سنة وعلم وكذا يعاود إيش ينشلك، كما قال يوسف بن أصباط كان أخوالي خوارج وكان أعمامي روافض، يعني وين بده يروح؟ إخواله إيه؟ خوارج وعمامه إيه؟ فأنقض لله بسفيان، سفيان الثوري هذا قبل ما يجيك واحد ينقضك عاد. يعني هيك أنا بس أشوف واحد واقع في البدع بدي أنقضه بس مش عارف كيف أنقضه. أول شيء بدك تصبر على الباطل اللي عنده وهو يحكي عبين ما يفضي كل اللي عنده، عبين هاي لحالها تحتاج إلى صبر عظيم.